السلام عليكم، يسلم مساكم وصباحكم يا مشاهدين، كلنا على حسب توقيته. طبعا هذه الكاميرا اللي قلت لكم مشروع استخدام مسافات طويلة وعقة شمس. عندي إشكالية فيها تأخير التشغيل لما تكون باردة. الحين ستيب باي ستيب، يعني خطوة بخطوة إن شاء الله راح أبدي. أول شيء راح أشيك على البواقي الأربعة، راح اشوفهم محتاجة التبديل استبدال ولا لا. امورهم طيبة راح اتشوف روتر بودي، اذا اموره ما طيبة و يعني ايش اقولكم يعني بالضبط. صراحة هذه المشكلة التأخير وايد اسباب لها، ومنها الثلاجة، من ضمنها الثروتر، من ضمنها البواقي، من ضمنها الفيول بام، الوسخ في الفلتر او مضخة البنزين تعبان ما تضخ يعني قوة، يعني اشياء كثيرة. فانا راح اسوي خطوة بخطوة اليوم هذا المقطع ان شاء الله بس حق البواقي، اشيك على البواقي امورهم طيبة امورهم طيبة، ما امورهم طيبة بنتقل حق الشيء ثاني، ومو اليوم يوم ثاني، وكل يوم يوم بيوم راح اصوركم ايش الاشكالية وايش الشيء اللي بصلحه وايش الشيء اللي بستبدله. فخلكم معي. طبعا البواقي معروف عنه الاربع سلندر جدا بسيط، هذا اي سبانة 10، سبانة رقم 10 فك، طبعا ما راح اقدر اصور بيدي وحدة واشتغل. فك الكفر، الله 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 ايش هذا، حلو. الحين طلع عندك كل بوقي تحته فوق كويل، حلو، يعني هذا كويل رقم 1، كويل رقم 2، كويل رقم 3، رقم 4، 4 تحته بلك، بلكين 3 4 اللي هن بواقي تحت يكون. موضوع جدا بسيط والله، في اشي تعبانه مره من الكسرات، شوفوا ولا فيشة فيها كليبة، شوفوا مثلا هذا الفيشة، شوفوا كليبة من نزع من نزع، هذا من نزع هذا من نزع، هذا وحدها مشكلة. دائما بتشوف بنشوف هذه الربله كذي، شوف هنا واضحه عندكم ربله البوجي، عرف ان شيء اشكاليه داخل. الله يستر. الحين راح اعرف وضع البواقي داخل. هذا البوجي هذا حالته، عليه نصب كربون، خلنا بوقف التصوير عشان اشتغل. حلو، على توقعاتي شوفوا هذا البلك، هذه نسبة الكربون اللي قلت لكم عليها، وهذا البوجي فمحتاج تبديل، محتاج تبديل. كيف عرفت؟ عرفت من يا اخي مش مو واضح، تشوفوا الوسخ، تشوفوا الكربون اللي موجود على الكويل. اول ما فكيته بمرة عرفت ان البلكات تعبانة، شوفوا اللي في ايدي الحين كيف. فراح انظف الكويلات عشان
على اساس انه يقدرون يقرون صح، ياخذون يعطون شراره صح، ونفس الشيء راح ابدل بواجي خلاص. دام هذا البوجي شكله محتاج تبديل، كله راح يكون محتاج تبديل. راح افكهن عدالكم الحين وتشوفوا. نفس الحاج هذه هذا افضل صراحه بامانه انهن ما يكون بهالشكل، يعني يكون ما ماسكات شدات. بحاول اشوف لهن حل، يبالهن زب تايت واضبطهن، وراح اراويكم الطريقه كيف. تعرفون الزب تايت اللي هو شريط حق الشد. هنشوف هذا الكويل ماشي ماشي ما ماسكنا شيء، بس نزعت له كذي. هذا اكبر غلط يا شباب دائما. على العموم راح افك البواجي كلها وارجع اصوركم. على اساس اني ما اطول عليكم المقطع، طبعا السبانه مقاس اللي هي حق البواجي 16 مم بيب 16 مم 16 ملي. هذا شوية صدق لا نفس الشيء، هذا البوجي نفس الشيء. يا هو حار والله انه موت، رطوبة رطوبة بشكل مو طبيعي، رطوبة معنا بشكل مو طبيعي. شوفوا شوفوا نسبة الكربون، كربون اللي بالأبيض. خلاص البوجي ميت. راح أفكهم وأرجع أصور لكم إن شاء الله أستبدلهم. هذه هي الأربع بواجي. شوفنا راح استبدلها بأربعة هما خلاص، خلي ولي ما يريد وخذ جديد. البواجي ما تنفع محتاجة استبدال، وراح أحل مشكلة الكليبات حق الكويلات. طبعا الحين رجعت أصور المرة عند الشيف الميكانيكي تايجر. ها تايجر كيف بتصلح؟ بتركب البواجي تايجر؟ الله يطلع لكم ذا في الليل، والله تخافون. على العموم هذا البواجي طبعا دمسونيين، هذا البواجي الجديدة وهذا القديم. شوف الفرق، شوفوا بين الجديد والقديم. ليسأل عن سعرهم الأربع حبات، إن الوكالة سعرهن 15 ريال عماني، سعرهم 15 ريال عماني. عن نوع ما عبدكات 100 ألف يمشن حلو مقبول، سعر جميل. طبعا لو أرخص بيكون أفضل. لكن هذا جود بالماجود، يوم أقول لكم جود بالماجود. وهذه راح أكمل أطبق الباقية وأرجع أصوركم. بكذي طبقت الأربع البواجي ورجعت الكويلات، فإن شاء الله إن شاء الله تزين الأمور. الحين نجرب الاشتغال. نتيجة هي ولا نتيجة نية؟ بسم الله.
شوف تطويل السلك. طيب مثل ما تلاحظوا وايد تعبانات، بدلتهم، تغيرت السلف، هي تأخيرة نفس الشيء موجودة، احتمال الانجكترات، أنا تأخيرت السلف بترول، احتمال الانجكترات أو الفيول في وسخ في العوامة، فراح أشوف المشكلة وأصور لكم إن شاء الله مقطع ثاني. كل الشكر لكم، في الأخير لا تنسوا الاشتراك في القناة ودعمكم المستمر. ولا تنسوا تصلوا على النبي، بارك الله فيكم.